الجديد يعني فرق من كل كبير في كرة السلة. كيف تعلق هذا اللقاء ضد وما ضد نصف السنغال؟ فاجأت شوية يعني كشف الفريق السنغال يعني حقا فريق شاب وهذا يشرف يعني مدرسة مصرية مرحب عندهم وعندهم شوية خبرة ومشكلة في اللاعبين المحوريين يعني كرة السلة يعني تطالب بالإضافة لذلك القامة اللي كانت في الفريق مصرف السنغال. نعم مدرسة السنغال عندهم اللاعبين المحوريين يعني نعم ربما كذلك ربما اللي شفنا ربما الأول كان والثاني والرابع كان خبرة كاملة بالنسبة لكم في بعض الأحيان كانت هناك محاولات من طرف السنغال من أول ولكن كان فرق كبير حاولنا يعني بس يعني من فين هذا يعني بس نلعبوا يعني بسهولة براحة باقي مقابلة البطولة كما تشوفها في الكلاسيكو طبعا أنا ما زلنا نحضر يعني في الدور الثاني وشيء هام يعني وشيء حضور في دورة البلاي أوف دورة الامتياز يعني إذا حضرت حاولوا بجنون عزم يأخذ البطولة المستوى تحت فرق المتنافسة مستوى مليح يعني كان الشيخ في كان مستوى اللي يشتغل على قوة الحاكم الزريق كان دار بيضاء يعني فلكم ربما نحيي نفسكم في دورة الامتياز نشوف هذا الفرق هذه خاصة ما كانت الطاولة ربما نقول يعني الفرق هذه الأربعة ربما يكون عندنا قوة شوية صعوبة معاهم شكرا سي عبد الفيصل